بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة زهرة متشاخنون الحمد لله، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير. ما خالق تعريف طبي للمجبنة؟ احنا هون المجبنة نقولوها لأعراض جهاز الهضمي دو فاسون جينيرال. أعراض جهاز الهضمي هم كيه المحور البيروزيس، كيه ليزيريكتاسيون تقرع شيء الخلاق، آلام في المعدة، سوء الهضم، الإسهال، انتفاخ في البطن، ولي فوميسمون، القذاف. ما خالق أمراض اللي تمنع الصوم. قال بعض الحالات حنا خالق شوم لي باسيون ما ننصحوهم من يصوموا، كي لي باسيون اللي عندهم ان يولسر غاسترو جودونال امبوسي، كي مريض عنده قرحة في المعدة الحادة، لكن ما ننصحو يصوموا. الحالات الحادة دو فاسون جينيرال يلا الله يقيس طبيبه يشوف له وضعيته، يدي قرصة كان يقد يصوم والله ما يصوم. كيف ما تعرفوا في رمضان فهم تغيير في نمط الأكل، فهم ان شانجمون دي مود دو في اليمنتير، فهم نقص في الشراب، نقص في الطاقة من الفجر إلى غروب الشمس، فهم ولي ضيق في الوقت اللي بين الوجبات، كي وقت اللي بين الفطور والعشاء والسحور، ياك يعني الوقت ضيق حتى، وفهم اللي ضيق بين الوقت اللي بين العشاء ورقاد. وجبات مولي في رمضان سي سون دي ريبا كوبي، وجبات مثلا ياسر ما شاء الله متنوعين، وفي شي مدسم شي مسكر فيه فهم شي مالح، هذا كامل قد الله يسبب اعراض جهاز الهضم. دونك ياك حد يخفف من هذو الاعراض يلا وقت الفطور ياكل حتى مرات ويشرب الماء ويصلي، ورا ذاك يقد يشرب كارمن سوب والله نشا، ورا ذاك يقد يتعشى غير سيرتو يعدل يتعشى ويطولن بنفس الوقت، ويخلي مولي 3 سوايع بين العشاء ورقاد، ويكثر طبعا في شراب الماء والرياضة، يعدل حتى الرياضة، ويكثر في لي فيبر اليمنتير كي الفواكه وخضروات، ويخفف مولي من كثرة الوجبات، وذاك يخفف من أعراض الجهاز الهضمي. الصوم عنده إيجابيات على الجهاز الهضمي سو لورغانيزم دو فاسون جينيرال، فما أن روبو ديجستيف، فما نقص في الوزن، وذاك يقد لا يخفف من أعراض الجهاز الهضمي. دونك فما إيجابيات على الجهاز الهضمي، بيان سور لين يعود ريكاج وقت الفطور ياكل بشكل متوازن وكمية خفيفة. بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي والصوم، يعني نتكلم لكم عن ارتجاع المعدة الريفلي غاستروزوفاجين، المحور هذا اللي نقوله، أعراضه مرات قد يكثروا في رمضان شوي الحمد لله، بين ضيق الوقت اللي بين الوجبات وضيق الوقت اللي بين العشاء ورقاد، وهم اللي ريبا كي سون تري كوبيو وكثرة الوجبات، دونك ذاك قد لا يسبب أعراض الجهاز الهضمي. بالنسبه للي تروبل ديجستيف غاسترو انتستينو كي القولون العصبي، هذا كي اعراض انتفاخ في البطن، الام وتقرع، وذوك اصلا سببهم حتى في رمضان الحمد لله لا كثره لوكي وكثره الوجبات وقله الرياضه قله شراب الماء، ويقدموا اللي مثلا اجبار من سوء الهضم، لكن لا من قله شراب الماء وقله الرياضه. وفهم اللي كي أمراض الكبد المزمنة، ذوك ما عنده مشكلة ما شاء الله في رمضان يقدموا له الصوم، ما عنده مشكلة، يقار على حساب كان فهم تشمع في الكبد ولا ما فهم تشمع، يعني فهم تشمع مولاه يلا يجي لطبيبه اللي يشوف له كان درجة تشمع كانوا عنده كي تشايلد آه والله بي، لكن على حساب طبيب واللي قرر. بالنسبة لمرض الكبد المزمنة اللي بي وسي اللي والله لانفكسيون كرونيك، ليباتيت كرونيك والله لانفكسيون كرونيك، بي مولاه ما عنده مشكلة قد يصوم كي نورمال ما عنده مشكلة. وبالنسبة للصلاة خارج المرضى عندهم لاستاتوز والله لاستاتو ايباتيت، دونك ذوك كي المرضى اللي عندهم الشحام على الكبد، بعد الدراسات كاع خرجوا في العالم، خرجوا مولي في السعوديه، منعتوا عن خالق من الامراض كانوا عندهم من المرض اصلا،
وعدلوا لهم فحوص سابق رمضان وفحوص ورا رمضان، الحمد لله جابروا عنهم تحسنوا حتى ورا رمضان، مع ان قاع الصوم زي معلوم فيهم. بشكل عام الصوم ما عنده تأثير سلبي على الجهاز الهضمي. نشكركم حتى ومبارك لكم في رمضان، الله يعيد علينا وعليكم بالصحة والعافية، الله يتقبل منا ومنكم صالح الدعاء.